السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف ألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نصاوب واحد الأكلة رائعة اللي كيعرفوها كاع المغاربة بالخصوص المراكشيين، اللي هي الطنجية. كتجي غزالة بزاف والمقادير تقريبا جد بسيطة وسهلة. نبداو بالمقادير. بسم الله، عندي هنا تقريبا اللحم، حاول اللحم يكون تاع الملج، هو اللي كيجي زوين في الطنجية، كيجي رائع وكيجي معلك يعني مكيشدش الوقت في الطياب. عندي هنا تقريبا رأس ديال الثومة اللي كيكون بحال هكا كنقيوه، وعندي هنايا نص مصيره حامضه يعني النصف ديالها اللي تكون حايله شي شويه يعني قديمه. وهنا عندي ملعقه كبيره تاع الكمون، من الاحسن يكون الكمون البلدي مكيكونش مطحون، حنا كنديروه هكا صحيح. وهنا عندي ملعقه يعني عامره، ملعقه صغيره عامره ديال السمن. وهنا كاس معامرش تاع زيت الزيتون. وهنا عندي نصف ملعقه ديال الخرقوم، انا ما عنديش هنا يعني الزعفران الحر، من الاحسن الزعفران الحر، الزعفران شعرة كيجي احسن الا متوفر عندكم. وهنا عندي كاس يعني كبير تاع الماء الدافئ، يعني الا عندكم الزعفران الحر كذوبوه في الماء كيجي احسن. المهم هذه الطنجيه ديال الكوكوت، الا بغيتو نتوما تديوها عند الفرناتشي كديروا تقريبا نص كاس تاع الماء من الاحسن. نبداو بالطريقه. بسم الله، كنجيبوا الكوكوت على طنجره الضغط اللي غادي نضعو فيها اللحم ديالنا، اللحم اللي كنكونو غسلناه من قبل. كتشوفو غير طريفة تاع الملج كيجيو رائعين يعني في الطنجية بصراحة. كنقطعوهم الكوت ديالنا، كنضيفو التومة. الطنجية كتبغي التومة بزاف. كناخدو الكمون يعني غير بيدينا، اللي كنكونو نقيناه قبل، نخرقوهم كما قلت الزعفران الحر كيجي احسن. مصير كنخليها يعني صحيحه، كنحيد لها غير العظم، يعني كنحيد لها غير العظم اللي فيها، هي راه غادي تذوب في الطياب. وهنا السمن حلقه صغيره اللي عامره، وزيت الزيتون. بالنسبة للفرناتشي كديرو هي هاد المقادير كيف قلت، هي نص كأس يعني ما تكتروش الماء، نص كأس حيت هي كطيب يعني كطيب مع الرماد ويعني على المهل ديالها ماشي مشكل. دابا غادي نديرها كتقلى، حتى كتقلى وكتدخل شويه اللحم تشرب شي شويه تاع العطريه، وهنبدا كنزيد الماء. هنا بعد ما الطنجيه كتقلى كنضيفوا ليها كأس يعني كأس كبير تاع الماء. هنا كميه اللحم كتبقى يعني على حسب الافراد اللي غادي ياكلوها. بالنسبه للطياب يعني طيب في المهل، كل ما طابت في المهل كتجي اللحم يعني كيطيب احسن، يعني العافيه تكون ناقصه بزاف. وغادي نسدو عليها تقريبا لمده 35 دقيقه وغادي نحلو نشوفو اللحم ديالنا واش طاب. هنا كنحل على الطنجيه، تقريبا اللحم كيبان ليا طاب، المهم نخليها حتى كتخضر يعني كتشرب المرقه ديالها، ومن بعد نطفي عليها. وهاد الطنجيه ديالنا بعد ما كتوجد كتجي رائعه ومعلكه، فالحيمات كيطيبو في ساعه. نتمنى الوصفه تاع اليوم انها تعجبكم، وكنتمنى كذلك لأول مرة كتزور القناة ديالي دعمني بجيم وباشتراك، والسلام عليكم.